رح نتحدث عن كيف ممكن نشتري سيارة وكيف ممكن ندفع ثمنها. أي والله كيف ندفع ثمنها؟ صحيح راوي، الحقيقة اليوم السيارات سوقها صاير نار وشرار بكثير من الدول لأسباب مختلفة، منها ارتفاع الضرائب، انقطاع التوريدات، الشحن، حتى أن المعامل الكبيرة اليوم تعاني من أزمات تتعلق بصناعة السيارات بهذه الصناعة العملاقة. أكيد طبعاً. عموماً شراء السيارة مشاهدينا هو فن ممكن أنه كتير ناس ما بيعرفوا عنه الكثير، هناك أوقات وهناك أساليب، فضلاً عن طريق دفع معينة يمكن أنه يتبعها الأشخاص العازمين على شراء السيارات، سواء رغبوا بالسيارات الجديدة أو حتى المستعملة. لكن الأهم من كل هذا نصيحة جوهرية، خبراء السيارات يقولونها دوماً للراغبين بالشراء: احذر أن يخدعك وكلاء السيارات واشتري السيارة بعد تفكير طويل. بما أني أنا مو فنان في شراء السيارات ولا أعرف أني كيف أشتري سيارة، أكيد بتعرف أكثر مني على الأقل، لكن إحنا جايبين فنان بشراء السيارات ويمكن يدفع ثمنها إذا تبين سيارة. طيب إحنا راح نستضيف ضيفنا، نرحب بضيفنا الشريك المؤسس لمنصة عرب جي تي للسيارات كريم ديب. صباح الخير. صباح الورد. أنا عادل. حتدفع ثمن السيارة اللي بدنا إياها؟ أنا جاي أدفع ثمن سيارة. صباحك خير. صباح اليوم يعني سوق السيارات مرتفع، مش بس السيارات الجديدة حتى السيارات المستعملة. أكيد. كيف نفكر بشراء سيارة لمن يحتاج السيارة؟ أنا قعدت أكثر من 4 أشهر بدون سيارة صحيح، واشتريت سيارة والآن ندمان. ليش ندمان؟ ندمان لأنه ما أخذت السيارة اللي أنا بدي إياها أو اللي أنا أبيها. أي هاي المشكلة صارت ارتفاع أسعار السيارات بسبب الأزمة العالمية، نقص أشباه الموصلات، نقص المواد الأولية لصناعة السيارات، ففي ضغط كبير، في طلب ولكن ما في عرض. فارتفع سوق السيارات المستعملة عند الناس بشكل عام. في بعض الناس صارت انه خلص غلية أنا ما الأسعار كمان. غلية الاسعار، فانا بدل ما اروح انتظر اشهر عشان استلم السياره اللي احبها، خلص انا محتاج اخذ سياره. ولكن انت كنت فيك تسوي حركه غير انك تشتري سياره. قول. كان ممكن تروح لموضوع تاجير السياره لفتره معينه، بعدين تشتري السياره، او ما تاخذ سياره غاليه بنفس السعر اللي كنت حاطط فيه السياره اللي تحبها. خذ سياره مشي امورك فيها، سياره بسيطه، عارف انه انت سعرها بيمسك في المنطقة عنا أو في السوق، أوكي تمشي فيها تستخدمها فترة عبال ما توصل سيارتك. أو فكرة التأجير بانتهاء اللي هو بصير فيه بعدين تمليك، أيضا فكرة جميلة. يعني استعجلت يعني أنت يا عادل؟ أي والله ممكن، لأنه واحد أخذ شيء ما بيحبه، ما الحين راح ناخذ شيء يحبه، وهي سيارة يعني مش أنه بالضبط بقدر كل شوي أغير سيارة، يعني مشروع الموضوع. طيب أنا شخص عندي جهل تام وأمية فيما يتعلق بالسيارات، أنا بالنسبة لي هاي سيارة حلوة شكلها كتير حلو، وهي لا هاي صحيح لونها حلو، يعني متهيئ لي هاي نظرة النساء للموضوع. صحيح. شو بتقدر تعطينا نصائح تيبس صحيح لأشخاص مثلي ما بيعرفوا كتير شو يشتروا، شو يدوروا على إيش بالضبط لحتى يشتروا سيارة صح؟ بالضبط. أول شيء بدك تعرفي أنت إيش محتاجة، ليش بتشتري سيارة؟ هل أنت عندك عائلة ولا أنت لحالك ولا أنتوا شخصين فقط في السيارة؟ أنت شو الطرق اللي بتمشي عليها؟ طرق عادية ولا طرق بعيدة، مرتفعات، طرق فيها مطبات، فيها حفر؟ عرفتي كيف؟ أوكي. كم ميزانيتك؟ أيوة. هل هذه أول سيارة تشتريها؟ شو خبرتك أنت لو أخذتي سيارة مستعملة؟ هل حتعرفي تتعاملي مع الكراجات ليصلحوا سيارتك؟ هل حتعرفي قبل ما تشتريها تفحصيها في مكان صح؟ أيوة. ما تنغشي بالسيارة المستعملة؟ صح. في مجالك أنت أو في حال ما بيعرف السيارات بيشتروا السيارات الجديدة، بريح راسه عليها ضمان من الوكالة وصيانة بالوكالة، تمام؟ فبالتالي بتشوفي أنت شو ميزانيتك، كم راتبك، هل بتشتريها كاش ولا أقساط؟ أدي لازم أدفع من راتبي على السيارة؟ أدي النسبة؟ بعلم الأموال الاقتصاد الواحد إذا بدي يشتري أي شيء بخصوصاً بخص السيارات ما يتجاوز 15% من راتبك. 15. وهذا هو السعر اللي أنت تكلمت عليه في البداية، أنه قد يكون خسارتك بالسيارة الجديدة إنه إذا في حال إرجاع بيعها. بالضبط. لكن اليوم دخل منافس جديد في سوق السيارات، يعني أنا ما أشوف السيارة الألمانية أو الأمريكية، أروح إلى الصينية صحيح وهو الوافد الجديد، ألاقي مميزات وسعر أرخص أفضل من هذا. ضمان، سعر أرخص، بس
الخوف من النقطة اللي قلتها إذا اختربت الصيانة شلون؟ أهم نقطة بشراء أي سيارة بالآخر السيارة هي شيء مستهلك وأنت بتحتاج إلى الصيانة. أي سيارة تشتريها إذا ما كان في قطع غيار متوفرة فأنت وقعت في الفخ. طيب. فدائما بحكي للناس في سيارات نحن منحبها نحب نشتريها ولكن يا أخي قطع الغيار غير متوفرة بشكل كبير، فهذا الشيء بيؤدي أنك أنت حتخسر. ليش؟ حتوقف سيارتك لفترة طويلة، وهذا كثير من الصناع الصينيين عم بيواجهوه كوكالات محلية. ما في قبل ما ينتهي وقتنا بعجالة، كيف ندفع ثمن السيارة هاي؟ كاش داون بيمنت؟ في حالة الكاش إذا كان واحد مقتدر هو مو بحاجة لمبلغ الكاش للاستثمار ممكن شراء السيارة، لأنه بالشراء الكاش تريح أنت من الفوائد. في ناس ما بتحب البنوك والفوائد من ناحية حلال وحرام، هذا مجال مختلف. طيب. أما بالنسبة أيضا من ناحية الكاش أنت بتخلص موضوع أنه يلزموك بتأمين معين، ولك الحرية البيع والشراء متى ما بدك والتجديد. ننتظر العروض ولا نعجل؟ العروض دائماً موجودة موجودة، وفي سيارات حسب الموسم. طيب. سيارات المكشوفة في الخليج بالصيف أرخص، بالشتاء سعرها أغلى. طيب. اشتريها بالصيف وخليها بتركبها بالشتاء. كريم ديب شكرا جزيلا لك. شكرا يعطيك لك العافية، شريك المؤسس لمنصة عرب جي تي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.